تحية، أنا الروائي اللبناني عمر سعيد شبلي، لي 6 روايات. الأولى هي لم تكن إيموزار لكنها كانت عن دار العودة، والثانية معط أنتظر الشتاء فلا أنت تأتين ولا المطر عن دار الفارابي، والثالثة سوق الملح عن دار بوك أونلاين، والرابعة حكة النور أيضا عن دار بوك أونلاين، والخامسة حجر الألف أيضا عن دار بوك أونلاين، والسادسة من بيت الطين إلى عناية والتي صدرت عام 2022 عن دار سائر المشرق في بيروت. أنا من مؤسسي نادي الكتاب اللبناني، وأيضا من مؤسسي منصة سوق الملح الثقافية والتي استضافت قرابة 90 شخصية مبدعة على مستوى الوطن العربي، وأيضا أنا من مؤسسي جمعية الغد اللبناني التي تعمل في نطاق بيئتي ومنطقتي في البقاع الغربي لبنان. طبعا أنا من مدينة زحلة اللبنانية. فكرة عملي هي عقد ورشات إبداعية حول الكتابة الإبداعية لتمكن المشاركين من التعبير الإبداعي الذي يساهم في رفع مستوى المعرفة والوعي، ويمكن المشاركين من التعبير عن أنفسهم والإصغاء والاستماع والمشاركة، وأيضا تساهم في تعزيز القراءة على مستوى الوطن العربي. الأفكار التي تستحق المشاهدة في ورشتي هي أننا نستطيع أن نكتشف أكبر عدد ممكن من الكتاب من خلال الورشات أو ورشات الكتابة الإبداعية التي ستساعد الكثير في التعبير عن أنفسهم وفي تعزيز القراءة كممارسة وكمهارة في حياتهم. أود المشاركة في تد 2023 العربي لأنني أريد أن أكون مساهماً في رفع مستوى الإبداع العربي وفي رفع معدل القراء العرب، لأننا نستطيع بذلك أن نحل الكثير من القضايا والكثير من المشاكل عندما نعرف كيف نعبر عن أفكارنا بسلاسة ووضوح وسهولة وإبداع وجمال، وعندما نصغي لأنفسنا وللآخرين ونقرأ لأنفسنا وللكتاب الآخرين. هذا هو مشروعي باختصار. تحياتي لكم، وأتمنى أن أكون واحدا من المحاضرين في تد 2023 بالعربي. تحياتي لكم.